بت وبينقسم لجزئين 24 بت ك اي او يو او الاورجنايزيشن اللي عامله الكارت و24 بت لرقم الكارت جوه الاورجنايزيشن دي. طيب وخدنا بعد كده ان الفريم عندنا لما بيوصل للسويتش فالسويتش بيشيك على الماك ادرس بتاعه ويشوفه رايح فين وبعدين يبتدي يفروض الفريم لو هو مسجل عنده في الماك ادرس تيبل يفروضه لاي بورت زي ما هو عايز. بعد كده خدنا حاجه اسمها اليونيكاست ماك ادرس، واليونيكاست ماك ادرس معناها ان لو انا جهاز عايز يبعت لي جهاز تمام، فبيبقى عندي الماك ادرس بتاع الجهاز الاولاني والماك ادرس بتاع الجهاز الثاني تمام، فدي بيسموها يونيكاست. البرودكاست معناها ان بحط لو انا عايز الفريم بتاعي يوصل لكل الناس اللي موجوده بحط في الديستنيشن ماك 12 اف، بحط في الديستنيشن ماك 12 اف. فلو انت عايز الفريم بتاعك يوصل لكل الاجهزه اللي موجوده عندك جوه الشبكه بحط جوه الديستنيشن ماك بتاعي 12 اف. المالتي كاست ماك ودي معروفه بيبقى بدايته 01005E، بيبقى الماك الديستنيشن ماك بيبقى بدايته كده. طب المالتي كاست ماك ده معناه ايه؟ ان هبعت الباكت لجروب من الناس مش لكل الناس تمام، فيبقى عايز ابعت الباكت لثلاث اجهزه بس اللي هم السيرفرات بحجز لهم حاجه اسمها مالتي كاست ماك ادرس، وبحيث ان انا لما ابعت على الماك ادرس ده فالفريم يروح لدول بس تمام. خدنا على فكره بقى بعد كده الماك ادرس تيبل، انا فاكر ان احنا بدانا اصلا في الحته دي بتاع الماك ادرس تيبل والكام، لما كان بيعمل ليرنينج، لما كان بيعمل فورورد، لما كان بيعمل فلات تمام. تعال ناخدها تاني مش مشكله. لو احنا بنتكلم دلوقتي على الماك ادرس تيبل ده الماك ادرس تيبل، الماك ادرس تيبل ده بيبقى شكله ايه؟ الماك ادرس تيبل ده السويتش بتاعنا اهو، متوصل عليه اجهزه اهو. الريكو شغال اهو، ماشي شغال اهو تمام. السويتش عندنا بيعمل حاجتين اتنين، بيعمل حاجه اسمها فورورد، والفورورد دي بيعملها امتى؟ انتوا طبعا عارفين ان الماك ادرس تيبل بتاعكم بيبقى جدول فيه الماك، فيه البورت، فيه التايب، بيبقى فيه الماك وفيه البورت وفيه التايب، ده بنسميه ايه؟ الماك ادرس تيبل. الماك ادرس تيبل يبقى الماك، البورت، التايب، او الكام، الكونتينت ادريسابل ميموري. يبقى الماك ادرس تيبل او الكام، الجدول ده بيبقى فيه الماك وفيه البورت وفيه التايب. في الاول خالص الماك ادرس تيبل ده بيبقى موجود جوه الرام بتاع السويتش او الراوتر، موجود جوه الميموري وبيبقى فاضي. عشان كده اول ما بتشغل السويتش او الراوتر بيبتدي الجهاز بتاعك يتعلم. يتعلم ايه بقى؟ تصور لو الجهاز الاولاني A بيبعت معلومه للجهاز Z، هذا ال A هيبعت معلومه لل Z، يبقى السورس ماك A. طب الديستنيشن ماك هو الزد، فالمعلومه هتطلع من السويتش عندك، من الجهاز عندك تروح للسويتش. السويتش يبدا يعمل ايه بقى؟ السويتش يبدا يعمل ايه؟ يقول له والله انت جاي منين؟ يقول له انا جاي من الاي. يقول له انت جاي منين؟ يقول له انا جاي من الاي اهو. طب الاي ده متوصل على بورت كام؟ على بورت رقم 1. طب حالته ايه؟ دايناميك. دايناميك يعني ايه؟ يعني السويتش هو اللي اتعلمه لوحده.
هل تو ايه دايناميك، يعني سويتش هو اللي اتعلمه لوحده. طب هو رايح لمين دلوقتي؟ رايح للزد. طب الزد ده انا اعرف عنه حاجه، فابدا ابعت اعمل حاجه اسمها فلاد. يعني ايه كلمه فلاد؟ يعني ابعت برودكاست، ابعت لكل الناس. يبقى امتى السويتش بتاعنا بيعمل فلاد؟ لما يكون النون ديستنيشن ماك، لما يكون النون ديستنيشن ماك، تمام؟ لما يكون النون ديستنيشن ماك فبيقعد يعمل فلاد لكل الناس. طيب لما الزد يجي يبعت بقى ويرد على الايه؟ المعلومه هتطلع من الزد تروح للسويتش. انت جاي منين؟ جاي من على البورت رقم 4. حالتك ايه؟ حالتي دايناميك برضه. طب رايح لمين؟ رايح للايه؟ الايه انا اعرفه؟ اه موجود على البورت رقم 1، فبعت له بس هو لوحده، فاعمل حاجه اسمها فورورد او يونيكاست. يبقى امتى السويتش بيعمل فورورد او يونيكاست؟ لما يكون عارف الديستنيشن ماك. طب امتى بيعمل فلاد ويبعت لكل الناس؟ لما يكون مش عارف الديستنيشن ماك. السويتش بيعمل برودكاست لما يكون مش عارف الجهاز اللي انت رايح له. طب والسويتش بيتعلم منين؟ من معلومتين، من السورس ماك مع الانكومنج بورت. يعني لما تبعت له داتا يبدا يخزنك عنده. يبقى السويتش بيتعلم من معلومتين اتنين، من السورس ماك بلس الانكومنج بورت. معايا كده؟ معايا كده يا احمد؟ احمد ولا ايه؟ محمد. معايا كده يا محمد؟ حد حضرت لي قبل كده؟ حضرت؟ اه. طيب ها، يبقى السورس ماك زائد الانكومنج بورد. فالسويتش بيعمل ليرنينج من السورس ماك مع الانكومنج بورد. طيب في ثالث واحده اللي هي الفلتر. دي احنا لسه ما قلناهاش، لان المفروض الفلتر دي تنشرح لما نكون عاملين على السويتش حاجه اسمها البورت سكيورتي. ناخد توبيك اسمه بورت سكيورتي ونحط على البورتات بتاع السويتش بورت سكيورتي، بحيث ان البورت ما يتعرفش غير على ماك معين، وبالتالي اي فريم ما يجي له بره الماك ده يعمل له ايه؟ دروب. تمام؟ دي ان شاء الله هناخدها لما نعمل لما ناخد البورت سكيورتي. طيب تعال نشوف الكلام ده مكتوب ازاي هنا. بيقول لي والله احنا عندنا سويتش بيحتوي على تيبل اسمه الكونتينت ادريسبل تيبل او ميموري. طب انتوا عارفين الريكوردات دي بتسجل جوه السويتش لمده قد ايه؟ لمده 300 ثانيه او 5 دقائق. يبقى لو الجهاز بتاعك ما بعتش داتا لمده 5 دقائق، الريكورد بتاعه بيتمسح من السويتش. طب لو بعد 5 دقائق رجع بعت يتسجل تاني. طب قبل 5 دقائق بثانيه بعت يتجدد له كمان 5 دقائق. اي حاجه هتبعتها في القصه للاسف. تمام، بس ده احسن ما نملى الماك ادرس تيبل، ولما الماك ادرس تيبل بيتملي السويتش بتاعنا بيقلب حب، فخلاص كده يعني الدنيا اتدمرت. وده شيء منطقي. انا لو انا باجي كل يوم سبت الجامعه وهم حاطين لي الباسورد على الموبايل كده، الماك بتاع الموبايل بتاعي هيتسجل عندهم في السويتش، صح؟ تمام. ما باجيش انا غير يوم السبت، خدت الموبايل بتاعي وروحت بعد ما خلصت. هل يفضل الماك مسجل عندهم في ماك ادرس تيبل؟ مش منطقي. تمام كده؟ فهم عاملين خمس دقائق باي ديفولت، وعلى فكره انت ممكن بالكوماند تغير الكلام ده. ماشي؟ حد عنده سؤال؟ الناس اللي موجوده على النت، حد عنده سؤال؟ طيب. يلا بينا نكمل. الكويزز هتفتح من النهارده على النت اكاد. الكويزز هتفتح من النهارده على النت اكاد. تخش تخلص لحد ما احنا واقفين. انا هنا في شابتر 7 اهو. يعني انت اول 7 شابترز تخش تعملهم النهارده. اهو بيقول لك التيبل ده بيحصل له ان هو فلاش كل 5 مينتس. ليه؟ ليه لحد الفاينل. اه. بس ليه تخليهم للفاينل؟ وبعدين هم دول لهم علاقه بالشهاده، ولهم علاقه كمان بده.
درجتهم بتتحط 15% من درجة التي ام اي عليهم. يعني التي ام اي السؤال الاولاني بتاعه هو تي ام هو كويزز بلس فاينل. تمام، يبقى 15% من التي ام اي درجته جايه من دول. انا بروح اجيبهم من الاكاديمي احطهم كسؤال اول. يعني التي ام اي هيبقى جالك من اول كويتشن 2. فما تستغربش. كويتشن 1 هيبقى كويزز دي بالفاينل اكزام. تمام؟ حلو. انا اعملهم كلهم حتى في يوم واحد براحتك. براحتك انت ولا يهمك خالص. تمام؟ بس اهم حاجه خلصهم لي قبل الفاينل اكزام. مش الفاينل بتاع الجامعه، الفاينل بتاع السمستر ده. الفاينل بتاع السمستر ده هيبقى اسبوعين كده ولا حاجه. طيب خلاص خدنا الفلترنج فريم وعرفنا معناه ايه وخدنا الماك ادرس تيبل. طيب السويتشات عندنا نوعين اثنين، في سويتش اسمه ستور اند فورورد وفي سويتش اسمه الكات ثرو. الفرق ما بينهم ايه؟ زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت انتوا عارفين ان الفريم بتاعنا بيبقى عباره عن هيدر وتيلر، صح؟ التيلر ده كان بيتحط فيه، حد شاطر يقول لي كان بيتحط فيه ايه؟ لا لا، التيلر ده كان بيتحط فيه الفريم تشيك صم. معادله كانت بتتم عند السورس وبعملها عند الديستنيشن عشان اتاكد ان الداتا بتاعتي صح، محدش غير فيها او ما حصلش فيها مشكله. من الاخر كده ده احنا بنسميه ايرور ديتكشن، ان انا بستخدمه علشان اعمل بيه الايرور ديتكشن بتاعي. فكان في عندي في اخر الفريم في الديل حاجه اسمها الايرور ديتكشن فيلد او السي ار سي. طيب في النوع الاولاني يا خالد اللي هو الستور اند فورورد، بنعمل ايه؟ بننتظر الفريم كله يخش جوه السويتش وبعدين بعمل التشيك على اخر فيلد عندنا. لو لقيته مظبوط ابتدي افرود الفريم. طب لو السويتش لقى الفريم فيه مشكله، عمل المعادله في الاخر دي ولقى الفريم فيه مشكله يضرب. بس القصه كلها يا احمد ان هو خد وقت كبير جدا. صار كل سويتش هيعمل نفس الحركه دي. واحنا عندنا دلوقتي الداتا بتاعتنا بقت ريال تايم. ريال تايم يعني ايه؟ بقينا بنستخدم الفيسبوك علشان نتكلم فويس، بقينا بنستخدم الماسنجر عشان نتكلم مكالمات، صح؟ انت عايز المكالمه بتاعتك تعدي من غير ما الناس تحس ان في ديلي. وانت بتكلم اخوك في ايطاليا، بتكلم خالك في المانيا، فالداتا بتاعتك معديه على سويتشات وراوترات كتير. فلو كل سويتش وكل راوتر عمل الحركه دي هيعمل فيه ديلي، ان هو يقعد يخزن الفريم عنده جوه الميموري وبعدين يشيك على اخر فيلد عندك، اخر بيتس عندك، هيحصل فيه مشكله. فالستور فورورد موجود اي وبيطمن على الداتا بس بطيء. تمام. النوع الثاني اللي زيه اسمه الكات ثرو. ايه الكات ثرو ده؟ الكات ثرو قال لك والله لا، انا مش هنتظر اخر الديل. انا اول ما يجي لي اول 6 بايت، اول 6 بايت دول او اول 48 بت بيبقى فيهم الديستنيشن ماك. هشوف الفريم رايح فين وفروضه. يبقى مش هنتظر بقيه الفريم. هو جاي له اول 6 بايت، اول 48 بت يشيك عليهم، عارف يفروض الفريم من البورت اللي رايح. يبقى الفريم داخل لسه من لسه بقيته بيخش من البورت بتاع الان وهو بيخرج من البورت اوت. ما بيخزنوش اصلا عنده في البفر. سريع جدا وكل حاجه النوع ده. بس مشكلته في ايه؟ ان ممكن يكون الفريم فيه بروبلمز فيعدي. ولما يروح عند الديستنيشن يبقى يشوف بقى في مشكله ولا لا.
تمام؟ فلاقوا برضو ان في فريمز بتروح عند الديستنيشن فيها مشاكل. طب الحل ايه؟ قال لك والله هنعمل نوع جديد اسمه الفريجمنت فري. ايه الفريجمنت فري؟ راحوا خدوا كل الفريمات اللي بيحصل فيها ايرور وقعدوا يدوروا هو بيبقى شكلها ايه. فلقوا ان معظم الفريمز اللي فيها ايرور بيبقى حجمها للزام 48 بايت. كل الفريمات اللي بيبقى فيها مشاكل بيبقى حجمها 48 بايت، 80% منها. فلا خلاص بس هنعمل فريجمنت فري. انت شايك على اول 6 بايت بس، انتظر لما تشوف حجم الفريم ازيد من 48 بايت ولا لا. لو حجمه اكبر من 48 بايت فروض، يبقى انت كل اللي هتنتظره قد ايه؟ 48 بايت. لان كل الفريمات اللي بيبقى فيها مشكله معظمها بيبقى حجمه اقل من 48 بايت بس. ودلوقتي السويتشات بتاعتنا شغاله بمبدا الفريجمنت فري، تمام؟ فبيقول لي والله هنا اهو ادا الستور والفورورد، ادا الكاتس رو، واللي جابوا منه حاجه اسمها الفريجمنت فري اهو. طيب السويتشات برضه فيها انواع. الايثرنت ويتش مي يوز ا بافرنج تكنيك تو ستور فريمز بيفور فوروردنج زيم اور وين ديستنيشن بورد از بيزي بيكوز اوف كونجستيشن، تمام؟ ايه الكونجكشن دي بقى؟ بيقول لي والله عندنا في نوعين اتنين، في حاجه اسمها البور بيست وفي حاجه اسمها التشيرد ميموري. السويتشات بتاعتنا بيبقى بيبقى ده السويتش اهو وده البورتات اهو وده الميموري اهي. لو كل بورد بيبقى له جزء ثابت من الميموري دي احنا بنسميها البورت بيزد ميموري. طب لو كل البورتات دي بتشير في نفس الميموري دي احنا بنسميها تشيرد ميموري. يبقى البورت بيزد ميموري معناها ان كل بورت له مساحه محدده من الميموري. طب لو البورت مش مستخدم الجزء ده ما يستخدمش. بتشير دي ميموري معناها ان كل البورت بتشير على نفس الميموري، فلو انت بورت عليه ضغط جامد ممكن ياخد جزء من الميموري اكبر من البورت الثاني اند سو اون، تمام؟ لان الميموري عندنا تشير. طيب السويتشات بتاعتنا البورت بتاعتي في هاف دوبلكس وفول دوبلكس. يعني ايه فول دوبلكس؟ يعني ايه هاف دوبلكس؟ ها هاف دوبلكس معناها لو انا موصل السويتش بتاعي اهو البورت بتاعه بي بي سي ممكن اعمله فول دوبلكس عادي جدا. يعني ايه كلمه فول دوبلكس؟ يعني يقدر يسند ويرسيف الداتا ات ذا سيم تايم، مفيش فيه مشكله خالص لان البورت اصلا بتاع الجهاز بتاعك فل والبورت بتاع السويتش فل فالدنيا يبقى تمام. طيب يعني ايه كلمة هاب دوبلكس؟ يعني انت موصل السويتش اهو بهاب مثلا، الهاب ده معروف ان البورت بتاعه بيبقى ايه؟ هاب دوبلكس، يبقى هاب دوبلكس. فعشان تسند وترسيف الداتا ما بيبقاش ات ذا سيم تايم، لا اما تسند لا اما ترسيف، تمام؟ لا بس انت ممكن بقى البورد بتاع السويتش ده لو هو شغال فول مع هاب هاو البورد ده يعمل عليه كوليجن كان واحد بيتكلم بسرعه والتاني بيسمع ببطء فيحصل مشاكل، فبنضطر ان احنا ناخد بالكوماند نقوم داخلين جوه البورد ده ومحولين الهاو دوبلكس. يبقى انت بحول البورد بتاع السويتش لهاب دوبلكس لما اكون متوصل بيه هاب، تمام كده؟ بحوله لهاب دوبلكس. طيب
اهو بيقول لي والله ده سويتش هاف مع سويتش فول، فاحتمال يحصل مشكلة فنضطر ان احنا نحول البورت بتاعنا الاوف. طيب في عندنا حاجة اسمها اوتو ام دي اي اكس، واوتو ام دي اي اكس دي اختصار كلمة اوتوماتيك ميديم ديبندنت انترفيس كروس اوفر. اوتو ام دي اي اكس تمام كده، اوتوماتيك ميديم ديبندنت انترفيس كروس اوفر. حد فاكر المره اللي فاتت لما خدنا الكيبلز وقلنا كل كيبلز يبقى له التقريب بتاعه؟ يعني لما اوصل سويتش بسويتش بوصله بكابل كروس ولا كابل ستريت؟ نفس النوع كروس كروس، ولو انواع مختلفه يبقى ستريت. قلت لك الجهاز الكمبيوتر لما تيجي توصله بالراوتر هو هواس زي نفس الحاجه، والسويتش بالهب. حلوة. طيب الكلام ده يا احمد يتوافق مع واحد شغال في شركه كبيره فبيمشي ستاندرد، انما احنا في البيت بنعمل ايه؟ بنروح نجيب كابل من تحت من المكتبه ونوصل الجهاز بتاعنا بالراوتر بتاع الانترنت. الكابل اللي انت بتجيبه ده بيبقى ستريت، بتوصله بالراوتر بتاع الانترنت عادي جدا، بتوصل كروس بتوصله ستريت ويشتغل. طب ايه اللي بيحصل؟ هم عاملين يا خالد في فانكشن جوه البورتس الجديده عندنا اسمها اوتو ام دي اي اكس. الفانكشن دي بتعمل ايه؟ بتشيك على الكيبل، لو انت موصل الكيبل صح تشغله عادي، طب لو انت موصل كابل مختلف تقلب هي نفسها على الكيبل، فبقيت بتوصل كابل ستريت بيشتغل في جميع الحالات. ليه؟ لان الفانكشن موجوده جوه البورتس بتاعت السويتش. الفانكشن دي تشغلها اي في شركات صغيره، انما في الشركات الكبيره يقول لك لا عشان تبقى ماشي مع الستاندرد. تمام؟ في عندنا كوماند اسمه ام دي اي اكس اوتو اهو، ده بينكتب داخل البورت بتاع السويتش. لما بتكتبه بيعمل ايه؟ بيشغل لك الفانكشن دي بحيث ان البورت ذات نفسه هو يشيك على الكابل اللي قدامه، لو كان كابل مش متقرف تمام صح يعني هو يظبط نفسه عليه. طب لو عايز اوقفها فاكتب نو ام دي اي اكس اوتو. لا لا خالص خالص، هي كده كده اوريدي موجوده في الراوتر بتاع النت اللي في البيت، وانا بوصل الكابل بتاعي ستريت وبيشتغل تمام. والثمن بتاع الشابتر، حد عنده مشاكل في الشابتر ده؟ حد عنده مشاكل في الشابتر ده؟ طب تعالوا نشوف الشابتر اللي بعده كده. اي ثينك ان الشابتر اللي بعده احنا خدناه اللي هو بتاع النمبر سيستم. شابتر 8 بنتكلم فيه على النتورك لاير. النتورك لاير لو انتم فاكرين هي اللاير رقم 3 صح كده؟ فانا لو بتكلم عن الاو اس اي لاير هي النتورك لاير اللاير رقم 3. خدنا الفيزيكال، خدنا الداتا لينك، تخرين على النتورك لاير. اللي بتلاقي فيها مين اللي موجود؟ بتلاقي فيها الاي بي اللي موجود. صح كده؟ تمام. تعالوا كده نشوف مع بعض. فبيقول اهو والله انت فين يا عم؟ انا هنا اهو اهو. مين اللي موجود يا عم هنا؟ ده الاي بي اهو. الداتا بتجي لك من لير 4 وهي راح تنبعت في صوره ايه؟ سيجمنت. وبعدين باخد الداتا من تحت، بيبقى داتا في لاير 2 ايه؟ حد فاكر اسمه بيبقى ايه؟ اسم الداتا في لاير 2 فريم اهو. اقشره اخليه باكت لاير لاير ايه؟ لاير 3 عشان اطلعه اخليه يبقى سيجمنت. صح؟ يبقى النتورك لاير بتعمل شويه حالات. تعالوا كده نشرحهم مع بعض بالتفصيل. طيب النتورك لاير بروفايد سيرفيس تو الاو اني ديفايس تو تشينج داتا. الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6 ار برنسبل بروتوكول. موجودين فين؟ في النتورك لاير. يبقى في النتورك لاير في عندنا ايه؟ الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6، دول موجودين فين؟ في النتورك لاير. طب بيعملوا ايه؟ بيعملوا 4 بيزك فانكشن. النتورك لاير بتعمل ادريسنج، بتعمل انكابسوليشن،
بتعمل راوتنج، بتقشر الداتا. انكابسوليشن طبعا لما بيكون بيحول السيجمنت لفريم، بياخد من لير 4 يودي اللير 2، قبل ما يعمل الفريم بيحولها الباكت، صح؟ طيب وبيقشر الداتا امتى؟ لما بيكون بيستقبل الفريم وبيحوله الباكت، تمام. طيب الاي بي انكابسوليشن، انا عندي ده الداتا اهي بتاعتي، ده كله الداتا بتاعتنا هنا، بنحط هنا كداتا، وبعدين بنحط هنا في حاجه اسمها الاي بي هيدر. الاي بي ايه؟ الاي بي هيدر. يبقى الاي بي انكابسوليت ذا ترانسبورت لير سيجمنت. الاي بي كان يوز ايزر ان اي بي فيرجن 4 او اي بي فيرجن 6 and not impact the layer 4 segment. الاي بي باكيت ويل examined by all layer 3 devices as it traverses the network. The IP addressing does not change from the source to destination. زي ما احنا خدنا قبل كده ان السورس اي بي والديستنيشن اي بي ما بيتغيرش طول الرحله. امال اللي بيتغير كل هوب؟ اللير 2 ادرس الماك، صح؟ طيب الكاركترستكس بتاعت الاي بي، اولا الكونكشن ليس، ثاني حاجه البيست ايفورت، ثالث حاجه الميديا اندبندنس. بمنتهى البساطه الكونكشن ليس، الكونكشن ليس لما جيت تيجي النتورك لاير تبعت الداتا بتاعتها لنتورك لاير ثانيه، ما بتبعتش اي سيجنال بدائيه، يعني ما بتبعتش حاجه اسمها كور سيجنال مثلا، ما بتبعتش حاجه اسمها سيت اب سيجنال، ما بتبعتش اي سيجنال قبل السيجنال اللي بتبعتها دي، وعلشان كده بيسموه كونكشن ليس، يعني ما بتعملش استابلش للسيشن، على طول الداتا بتاعتها بتنبعت على طول كده. هتشوف التي سي بي كمان شويه، لما نيجي ناخد التي سي بي هتلاقي البروتوكول بتاع التي سي بي ده قبل ما يبعت الداتا بتاعته يبعت التي سي بي دي اما الثانيه حاجه اسمها سينكرونس باكت، يقول له من فضلك انا عايز اكلمك دلوقتي، فيفتح معاه سيشن، بعد ما يفتح معاه سيشن يبتدي يكلمه، تمام. طيب تاني حاجه البيست ايفورت، كنتورك لاير ما بتعرفش ان كانت الباكت دي وصلت ولا لا، فممكن تكون بعت اربع فور باكتس ويوصل منهم ثلاثه. ليه؟ لان النتورك لاير ما بتعملش اكنولج على النتورك لاير اللي بتبعت، يعني النتورك لاير at destination site don't acknowledge the network layer at source site. يعني النتورك لاير اللي في الجهاز المستقبل ما بيبعتش رسائل تاكيد للنتورك لاير في الجهاز المرسل يقول له انا وصل لي داتا ولا لا. وعلشان كده احنا بنسميها بيست ايفورت، على قد ما اقدر هوصل لك الداتا بتاعتك. طيب ميديا اندبندنت، هو الاي بي ثابت حتى لو انت شغال بالموبايل، لو انت شغال وايرلس، لو انت شغال على الجهاز هو اي بي، وعشان كده احنا بنسميه ميديا اندبندنت. دول الثلاثه كاركترستكس بتوع النتورك لاير، تعال نشوفهم كده مع بعض. بيقول لك الاي بي از كونكشن ليس، عامله زي مكتب البريد بالظبط. بيقول لك الاي بي does not establish a connection with the destination before sending the packet. ما فيش سيشن بيعمله قبل ما يبعت الباكت. There is no control information needed. ما فيش control information بيبعت. The destination بيرسيف الباكت when it arrives. بيستقبل الباكت اول ما توصل. But no pre notification are sent by IP. If there is a need for connection-oriented traffic, then another protocol will handle this features. مين اللي بيهندلها؟ حاجة اسمها TCP Layer 4، لما ناخد Layer 4 إن شاء الله. هتلاقيها لما يبعت الداتا بتاعته بيبعت رسالة اسمها Synchronous. تمام؟ قبل ما يبعت الداتا بتاعته. طب دي أول فيتشر. تاني فيتشر الـ Best Effort. الجهاز كان عنده 3 باكتس بعتهم وهم ماشيين في السكه، واحد وقع، واحد فيهم وقع، فوصل ايه؟ وصل 2 باكتس، تمام. طيب ميديا اندبندنت، يعني ايه كلمه ميديا اندبندنت؟
يعني الباكيت بتاعنا بيبقى اسم اي بي باكيت، سواء واير فايبر اند وايرلس. ميديا ايه؟ ميديا اندبندنت. اه طيب الاي بي فيرجن 4، كل باكيت بيبقى له هيدر. طب الهيدر بتاع الاي بي فيرجن 4 شكله ايه؟ خد بالك احنا عندنا كام بروتوكول شغال كلير 3 2، الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6. الاي بي فيرجن 4 بيبقى له هيدر طوله 20 بايت، والاي بي فيرجن 6 بيبقى له اي بي طوله 40 بايت. يبقى في عندنا كام كام هيدر؟ 2، 20 بايت 40 بايت. لو انت شغال اي بي فيرجن 4 هتلاقيه 20 بايت، لو انت شغال اي بي فيرجن 6 هتلاقي 40 بايت. تمام؟ طيب تعالوا نشوف ايه كده اللي في الهيدر بتاع الاي بي فيرجن. هذا الهيدر، يعني كل باكيت بتنبعت بضيف عليها الداتا دي. اه في الراس كده في الاول. تمام؟ يبقى الاي بي فيرجن 4 نتورك هيدر كاركترستيك اتس باينري، طبعا بيبقى باينري 0 1، كونتين سيفرال فيلدز اوف انفورميشن. Diagram is read from left to right. 4 bytes per line. كل لاين من دول 4 bytes. 4 bytes يعني ايه؟ يعني 4 bytes per line. اهو 4 bytes per line. هذا بايت، هذا بايت، هذا بايت، هذا بايت. البايت كام بت؟ 8. يبقى كل واحد من دول كام بت؟ 32 بت. The two most important fields are the source and destination address. اكتر اتنين فيلد مهمين جدا عندنا هو السورس والديستنيشن ادرس، اللي هو السورس اي بي والديستنيشن اي بي. يبقى في لير 4 في الباكت بنضيف السورس اي بي والديستنيشن اي بي. بروتوكول مي هاف وان اور مور فانكشن. تمام. الفيرجنز، هنيجي نتكلم هنا بقى على الفيلد اللي موجوده في الهيدر. اول فيلد فيه خالد البيبي، الفيلد ايه؟ اول فيلد عندنا هي الفيرجن. يعني ايه كلمه فيرجن؟ لو انت شغال اي بي فيرجن 4 فيبقى الفيرجن بتاعك بيتكتب في الكود ده 10100، ده 1248 فبينكتب ايه؟ 0100. طب لو انت شغال فيرجن 6 هتلاقي مكتوب هنا 0110. فالفيلد بتاع الفيرجن ده بيقول الهيدر بتاع الباكت هل هو فيرجن 4 ولا فيرجن 6. تاني حاجه عندنا بتقول الديفرنشيتد سيرفيس. ان شاء الله لما نتكلم مع بعض في النتورك لما نكبر شويه فيها ونتقل كده هقول لك والله ان انا عندي الباكتس دي انواع، في باكت فويس، في باكت داتا، في باكت فيديو. كل باكت من دول لازم احط لها اولويات، لازم انا احط لها رقم يقول هي باكت مهمه ولا مش مهمه. الرقم ده انا بحطه فين؟ هنا في الديفرنشيتد سيرفيس. طب بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في توبيك هناخده مع بعضنا بعد كده، حاجه اسمها الكواليتي اوف سيرفيس. يعني اجي اقول له ايه؟ لو في باكت فويس وفي باكت داتا، لا خد الفويس الاول اعمل لها بروسيسنج يا سويتش. طب السويتش يعرف يفرق ما بين الاثنين دول باكت ازاي؟ بحط له في كل واحده منهم كود مختلف. حلو الكلام كده؟ حد عنده مشاكل كده؟ طيب تاني حاجه عندنا هيدر تشيك سام اللي هو هنا. الهيدر تشيك سام دي معادله بتتم عند السورس وبرده بتتم نفس المعادله عند الديستنيشن علشان اتاكد ان الداتا بتاعتي مفيش فيها مشكله. بس خد بالك هنا هو هنا بيشيك على الهيدر بس. تمام؟ هنا بيشيك على الهيدر بس مش الداتا كلها. طيب بعد كده التايم تو ليف، حد يعرف التايم تو ليف دي يعني ايه؟ كلنا عايزين نبقى هاكر بقى وبنشوفها كتير الموضوع ده. ها تايم تو ليف، احنا كان عندنا مشكله زمان اسمها الراوتنج لوب. يعني ايه الراوتنج لوب؟ طبعا الراوترات بتبقى موجوده على الانترنت عامله كده اهي، دي الراوترات اللي رابطه السايتس بعضها.
تمام؟ دي الراوترات اللي رابطه السايتس ببعضها. الباكت عندي بتطلع من هنا. ممكن تيجي في حته كده وتعمل كده يا احمد. الراوترز يقعدوا يشتغلوا بعض كده. المشكله دي عندنا بنسميها الراوتنج لوب. وهنشوفها لما نيجي ناخد الراوتنج. الراوتنج لوب دي هنشوفها لما تيجي ناخد الراوتنج. تمام؟ طيب الراوتنج لوب دي من احد الحلول بتاعتها خالد ان انا احط في الهيدر بتاع الباكت حاجه اسمها تي تي ال رقم، والرقم ده بيقل بواحد كل ما يعدي على راوتر. طب لو الباكت وصلت عند راوتر والرقم ده بزيرو، وصل لزيرو، نعمل ايه في الباكت؟ دروب، كان بحط عمر الباكت جواها. فلو انا قلت له تي تي ال ب 15 يبقى الماكسيمم نمبر اوف راوتر اللي هتعدي عليه كام؟ 15. فهي لو دخلت في لوب هتلف كام مره الماكسيمم؟ 15. فهو ده التي تي ال، تمام؟ اللي بنحط هنا التايم تو ليف اللي بالاخضر ده، اللي محطوط في كل هيدر لكل باكت. حاجه مهمه جدا، وتبان حتى عندك في البنج لما تيجي تعمل بنج. بيقول لك والله التي تي ال ده عباره عن ايه؟ Layer 3 هوب كاونت. هوب يعني راوتر، كاونت يعني عداد، صح كده؟ بيعد عدد الهوب اللي انا عديت عليه. When it becomes zero the router will discard the packet، هيوقع الباكت. البروتوكول، في عندنا هنا فيلد اسمه البروتوكول. ان شاء الله هنعرف ان احنا عندنا في Layer 4 تو بروتوكول، واحد اسمه التي سي بي، واحد اسمه اليو دي بي. والداتا بتنزل من لير 4 تروح لير 3. يعني الباكت ده جواه يا اما تي سي بي يا اما يو دي بي، صح؟ البروتوكول ده كود انا بحط، هو انا جوايا باكت تي سي بي ولا يو دي بي؟ هو انا مستلم الداتا دي من تي سي بي ولا يو دي بي؟ اللي هو لير 4 بروتوكول او الابر لير بروتوكول ايا كان. فبيقول والله بروتوكول ذا نيكست ليفل بروتوكول، هل انا تي سي بي ولا يو دي بي ولا ايه بالظبط؟ باكت دي بينج ولا باكت تي سي بي ولا باكت تو دي بي ولا ايه بالظبط؟ تمام؟ وبعدين بقى السورس اي بي والديستنيشن اي بي. وشايفين السورس اي بي كام بت؟ 32. احنا قلنا كل صف من دول 4 بايت او 32 بت. فعلا احنا كنا واخدين الاي بي فيرجن 4 32 بت. فبحط رقم الجهاز اللي بيبعت ورقم الجهاز اللي بيستقبل. تمام؟ طيب تعالوا نكمل مع بعض. الاي بي فيرجن 6 عشان الليميتيشنز اللي موجوده في الاي بي فيرجن 4، وعشان الاي بي فيرجن 4 بدا يخلص، صح؟ وطول الاي بي فيرجن 4 كام؟ 32 بت. يعني عدد الاي بي فيرجن 4 في العالم كله 2 باور 32. فالرقم ده يعني بيدي لك مثلا بتاع 4 مليار وشويه. فده رقم بسيط مش كبير، صح كده؟ رقم بسيط مش كبير. وبالتالي الارقام ديت بدات تخلص. الارقام دي بدات ايه؟ بدات تخلص. فكان الحل الجذري ان احنا نعمل اي بي طويل شويه. الاي بي الطويل ده هو الاي بي فيرجن 6. يبقى الاي بي الكبير ده اللي هو مين؟ الاي بي فيرجن 6. طوله 128 بت. فانت عندك كده عدد من الارقام 2 باور 128. رقم كبير جدا. اي بي فيرجن 6 وشركات في مصر كمان بدات تشتغل اي بي فيرجن 6. فبيقول لك والله احنا عندنا الادرس سبيس بقى عندنا من 128 بت، من 32 بت ل 128 بت. عندنا عدد الارقام هو 1 عند شيليون نمبر اللي هو 10 باور 36. يعني رقم كده وقدامه 36 صفر. ده عدد الاي بي فيرجن 6 في العالم. تمام كده؟ عدد الاي بي فيرجن 6 في 4 في العالم كان حوالي 4 مليار. طيب شكل الهيدر بتاعه. الهيدر بتاعه بقى فيه فيرجن، ترافيك كلاس، فلو ليبل،
payload length, next header, hop limit, source IP address, destination IP address. لا تعال نشوف هنشرح ايه فيه الفيرجن. عشان انا قلت لك لو انت شغال فيرجن 4 تحط 0 1 0 0، لو احنا شغالين فيرجن 6 نحط في 0 1 1 0. تمام؟ طيب الترافيك كلاس، الترافيك كلاس دي اللي انا بحط فيها الاولويات بتاع الترافيك. هل الباكت دي فويس ولا الباكت ده داتا ولا الباكت ده فيديو؟ اهو ده الترافيك كلاس اهو. الترافيك كلاس ده فيديو، ده داتا، ده فويس، ولا ايه بالظبط؟ بقول ده ايه؟ ده الترافيك كلاس. تمام؟ اهو. الفلو ليبل انفورم ادفايس تو هاندل ايدنتيكال فلو ليبل ذا سيم واي. ان شاء الله هناخد الكلام ده ان شاء الله في الام بي ال اس. ان احنا في عندنا بروتوكول اسمه الام بي ال اس. الام بي ال اس ده بيخلي كل الترافيك اللي من نفس النوع يمشي على نفس المسار. تمام؟ طيب بعد كده في عندنا حاجه اسمها البيلود لينس. البيلود لينس ده اللي هو طول الباكت بالكامل بحطه هنا. طيب النكست هيدر اللي هو ايه؟ كان اسمه بروتوكول هناك اللي انا كنت بحط فيه الابر لاير بروتوكول، هو تي سي بي ولا يو دي بي ولا اي سي ام بي ولا ايه بالظبط. التي تي ال بقى اسمه هوب ليميت اللي هو الباكت دي هتعدي على كام راوتر عشان ما يحصلهاش لوب. وبعدين السورس اي بي والديستنيشن اي بي. بيقول لي الاي بي فيرجن 6 باكيت مي اولسو كونتين اكستنشن هيدر. الاكستنشن هيدر ده بروفايد اوبشنال نتورك لاير ار اوبشنال اند بليس بتوين اي بي فيرجن 6 اند بيلود مي يوز فور فريجمنتيشن سكيورتي موبايلتي. Unlike اي بي فيرجن 4 راوتر دونت فريجمنت اي بي فيرجن 6 باكيت. طيب ازاي الهوست بيفرود الباكت؟ اول حاجه في ادرس عندنا محجوز اسمه اللوب باك اي بي ادرس. اسمه ايه؟ لوب باك اي بي ادرس. ايه اللوب باك اي بي ادرس ده؟ هو ادرس بيبقى رقمه 127.0.0.1. تصور كده لو انت عايز تبعت باكت لنفسك. ايه ده؟ ابعت باكت لنفسي ليه يعني؟ والله بشيك على كارت الشبكه بتاعي اشوف فيه مشكله ولا لا. فببعت باكت لنفسي، ببعت باكت لنفسي على كام؟ ببعت باكت لنفسي على الرقم ده. بص كده. بينج مثلا، ده كوماند اسمه بينج اهو، بقول له ابعت باكت على 127.0.0.1. اهو. وبيرد عليا اهو. فلو الجهاز بتاعي فيه مشكله مش هيرد، لو شغال تمام هيرد عليا اهو. طب لو انا عايز ابعت باكت لنفسي بس الهيدر بتاع الباكت يكون فيرجن 6، اللوب باك ادرس بتاع الفيرجن 6 شكله ايه؟ اهو. يبقى اللوب باك ادرس بتاع الفيرجن 4 كذا، اللوب باك ادرس بتاع الفيرجن 6 كذا. اهو تمام. هو نفس الفكره، بس بدل ما اروح اجيب الاي بي بتاع الجهاز بتاعي وادور كام وكلام من ده، واحنا بشغل النتورك بنعدي على اكتر من جهاز، فعشان نوفر معاك وقت بنكتب ده. خلاص ده محفوظ بقى ايا كان بقى الجهاز الاي بي بتاعه كام. طيب بعد كده اليونيكاست اي بي ادرس. اليونيكاست اي بي ادرس ان بيبقى معاك الاي بي بتاعك والاي بي بتاع الجهاز اللي هتبعت له. صح؟ طيب لو انا عايز ابعت اي بي لحد بره النتورك بتاعتي للياهو مثلا بعمل ايه؟ ببعت الباكت للجيت واي بتاعتي. انتوا عارفين يعني ايه الجيت واي؟ الاي بي بتاع الراوتر بالظبط كده. وده فايده حاجه اسمها الديفولت جيت واي. الديفولت جيت واي اللي هو الاي بي بتاع الراوتر. يعني هنا الديفولت جيت واي بتاعي كام؟ 192
168.10.1 صح كده؟ يبقى لما اجي ابعت باكت لاي حد بره النتورك بتاعتي ببعت في الجيت واي بتاع الراوتر بتاعي. طيب ناخد بريك 10 دقائق ونكمل ان شاء الله. اللي هو 805 كل راوتر بيبقى جواه راوتر راوتنج تيبل. الراوتنج تيبل ده بيحتوي على الشبكات اللي الراوتر عارفها، تمام؟ والشبكات دي بتبقى منها نوعين. يعني انت لو بتتكلم على الراوتنج تيبل بتاع الراوتر، هنيجي هنا كده وادي الراوتر اهو موجود في الشروق، رابط الراوتر موجود في مدينتي، رابط الراوتر اللي موجود في التجمع، وهنا في سويتش، والسويتش ده متوصل عليه اجهزه. الراوترات دي بتبقى موجوده عند الشركه صاحبه الحاجه. يعني انت مثلا بتتكلم على بنك الاهلي بيربط فروع ببعض، الراوترات دي بتبقى موجوده في السايتس بتاعت البنك الاهلي بس، والمسارات هي اللي في الشارع. المسارات دي مش بتاع حد، المسارات دي بتاعت المصريات صلاه، والمصريات صلاه بتأجرها للناس دي، تمام كده بالظبط. او المصريات صلاه عامله المسارات دي مأجراها شركات الانترنت زي فودافون، زي تي داتا، زي اورنج، وبعد كده هم بياخدوها يأجروها تكنولوجي تاني. زي يكون في عندك تاجر جمله وتاجر تجزئه، تمام كده. لا اما تروح تأجر كابلات فايبر على طول من المصريات صلاه، يا اما تروح تأجر سرعات اقل تكنولوجي تانيه من شركات الانترنت. وغالبا ده اللي بيتم، ان الشركه بتروح للشركه تي داتا تقول لها والله انا عندي 5 فروع عايز اربطهم ببعض، الحل ايه؟ فدي تي داتا يتصرف، تمام كده. انما لو انت شركه كبيره او مؤسسه كبيره تروح على طول للمصريه، طب انا عايز فرع بقى يربطني من هنا لهنا، تمام؟ طيب وبعدين ادى الراوتر، خد الجهاز بتاعي اهو، ادى عندي الشبكه الاولانيه اهي، ادى عندي الشبكه الثانيه اهي، ادى عندي الشبكه الثالثه اهي، ادى عندي الشبكه الرابعه اهي. داخل كل راوتر من دول جدول اسمه ايه؟ اسمه الراوتنج تيبل. الراوتنج تيبل ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على الشبكات اللي الراوتر يقدر يوصل لها. طيب الشبكات دي منها نوعين، يعني النتورك اللي موجوده جوه الراوتنج تيبل دي نوعين. نوع اسمه دايركت كونكتد نتورك، ونوع اسمه ريموت نتورك. دايركت كونكتد نتورك ونوع اسمه ريموت نتورك. دايركت كونكتد نتورك اللي هي الشبكات المتوصله مع الراوتر توصيل مباشر اللي هم دول. طب الريموت نتورك زي دي، زي دي، ان الشبكات دي مش بتاعت الراوتر صح؟ دي بتاع راوترات تانية صح كده؟ لما الشبكات اللي متوصلة بالراوتر توصيل مباشر دي بنسميها دايركت كونكتد نتورك. حلو الكلام كده؟ يبقى الراوتنج تيبل بيحتوي على ايه؟ على مجموعة من النتورك، سواء دايركت كونكتد نتورك أو ريموت نتورك. الدايركت كونكتد نتورك دي راوترات متوصلة بالراوتر توصيل مباشر. الريموت نتورك دي راوترات، دي شبكات بعيدة عن الراوتر. طب انت بتقول لي كل الكلام ده ليه؟ بقول لك علشان الراوتر بياخد القرار بتاعه بناء على الشبكات اللي هو عارفها. طب لو جه باكت للراوتر راح على شبكه 4 والشبكه دي موجوده في الراوتنج تيبل، الراوتر يقدر يفرغ الباكت. طب لو جه باكت للراوتر راح على شبكه 5 والراوتر ما يعرفش شبكه 5 دي موجوده فين، يعمل لها دروب على طول، تمام؟ فبنتكلم هنا ايه بقى في الجزئيه دي؟ ان احنا وات هابن وين ذا راوتر ريسيفز فريم فروم ذا هوست.
يعني ايه اللي هيحصل لما الراوتر بيستقبل الفريم من اي جهاز؟ ايه اللي بيحصل؟ بص يا سيدي، طبعا الفريم بيبقى شكله ايه؟ لو احنا كده بصينا على الفريم ده عباره عن ايه؟ هنلاقيه عباره عن باكت، والباكت ده متغلف بمين؟ بفريم. الباكت ده بيبقى فيه السورس اي بي، وليكن الجهاز ده اللي هو 192.168.10 اهو. طب الديستنيشن اللي هو ده 10 1 2 10. طيب الماك بيبقى بتاع مين؟ الايه. طب والديستنيشن ماك بتاع مين؟ لا، بتاع الجيت واي بتاع البي. يبقى السورس اي بي بيبقى بتاع الاولاني والاخراني، الماك بيبقى بتاعي وبتاع خالد، مش ده الراوتر اللي هيوصل الباكت بس كده. الباكت دي بتطلع من الجهاز هنا تروح لمين بقى؟ للجيت واي. ومن الديستنيشن ماك محطوط فيه جيت واي، هتروح للجيت واي. اول ما تروح للجيت واي ايه اللي بيحصل؟ الباكت الفريم يقوم مقشر الباكت ده اهو، عامل دي انكابسيوليشن للفريم اهو، ويبص على الديستنيشن اي بي فين؟ في الراوتنج تيبل بتاعه. هو الشبكه دي موجوده عندي ولا مش موجوده؟ اللي هي ال 10 1 2 0 دي موجوده عندي ولا مش موجوده؟ لو موجوده اطلع الباكت من هنا من البورت ده، لو موجود. بس قبل ما اطلعه احط الماك بتاع دي والماك بتاع ده لو هما كانوا ايثرنت. احنا اتفقنا لو حاجه تانية غير الايثرنت بيبقى لها ادرس تاني، تمام؟ وليكن السي والدي، فعملت انكابسوليشن من اول وجديد اهو، وفروضت الباكت للراجل ده. الراجل ده اول ما يوصل له فرين يعمل ايه؟ يقشر. يبص على ايه؟ على الديستنيشن اي بي، صح؟ يبص على ايه؟ على الديستنيشن اي بي، ويشيك مع مين؟ مع الراوتينج تيبل، ويشوف الفريم رايح فين، ويحط ايه؟ جديد، وليكن اي واف. هذا اي واف، ويفرض الفريم اند سو اون. وايه اللي بيحصل؟ عمال يقشر الفريم، يبص على الديستنيشن اي بي مع الراوتينج تيبل، يحط فريم، يحط ادرس جديد، ماك ادرس جديد، ولير 2 ادرس جديد، اند فورورد فريم. الراوتر يعني بيبني ازاي؟ هكلمك. الجدول بتاعه بيبني يا اما عن طريق الاستاتيك الادمن بيديهوله، يا اما عن طريق حاجه اسمها الراوتنج بروتوكول، هناخدها ان شاء الله واحنا ماشيين كده. زي الريب، زي الاوز بي اف، زي الاي جي ار بي. بروتوكولات اشغلها على الراوترات، كل واحد ياخد الشبكات بتاعته ويديها اللي جنبه، ونقعد نبدل الراوتنج انفورميشن دي لحد ما كلنا من حاجه اسمها الراوتنج دي، تمام؟ فبيقول لي اهو، يا ريتك يعني تخط سنه، بيقول لك اهو الداتا بتاعت الراوتنج تيبل دي جايه منين؟ لا اما شبكات متوصله مباشر بيا، لا اما شبكات ريموتلي بعيده عني. الشبكات المتوصله بيا هو الراوتر بيعرفها لوحده. طب الشبكات الريموتلي لا اما تديها له انت مانوال بايديك، ودي بيسموها ستاتيك روت، لا اما تستخدم حاجه اسمها الراوتنج بروتوكول لو هي دايناميك، لو هي طريقه دايناميك. الراوتر يبدا يتعرف على الشبكات دي من الراوترات اللي جنبه، عن طريق حاجه اسمها الريب، عن طريق حاجه اسمها الاوز بي اف، عن طريق حاجه اسمها الاي اي جي ار بي، دي اللي هي ايه؟ الراوتنج بروتوكول، تمام؟ يلا بينا نكمل. طبعا الستاتيك روت الحاجات دي لسه بدري عليها. الراوتنج تيبل ده لما اجي اجيبه جوه الراوتر الكوماند بتاعه اسمه ايه؟ يعني لما اجي اشوف الراوتر الراوتنج تيبل اللي جواه اسمه ايه؟ في كوماند عندنا اسمه شو اي بي روت. اشهر كوماند عندنا في الراوتنج شو اي بي روت. بتاخدوا ورك شوب صح كده؟ بتاخدوا ورك شوب مع الدكتوره زوزان. شو اي بي روت بيجيب لك الحاجات اللي موجوده عندك جوه الراوتنج تيبل.
كل شبكه عندك بيبقى لها رمز بتاعها، يعني الاو دي معناها ان الاوز بيقف اللي جايبها، السي دي معناها ان هي شبكه دايركت كونكتد، الاس استريت ده معناها ان ده طريق الانترنت اللي هو الديفولت ستاتيك روت. فكل روتس عندك جوه الراوتنج تيبل بيبقى له رمز بيدل على نوع الروتس ده، نوع الطريق ده. هل الراوتر متعلمه لوحده اللي هو السي دايركت كونكتد، ولا الراوتر متعلمه الادمن اللي قال له على الروتس دي، ولا الراوتر جايبه من الحاجات الدايناميك؟ تمام. وطبعا الراوتنج تيبل بيحتوي على البيست روت، ما بيحتويش على اي روت، الراوتنج تيبل بيحتوي على البيست روت، احسن طريق. يعني لو في عندي اكتر من طريق الراوتنج تيبل بيختار احسن طريق. طب بيختار احسن طريق ازاي؟ اقل كوست. طب هو مين اللي بيقول له الكوست بتاع الطريق؟ نتكلم عنه بعدين. تمام كده؟ والكويز بتاع الشطر. تعالوا نخش على الشطر اللي بعده اللي هو شطر 8. هو ده شابتر 8 باين صح؟ ده شابتر 8. شابتر 9. بنتكلم هنا على بروتوكول مهم جدا اسمه الارب. يبقى انا هنا بتكلم على بروتوكول مهم جدا اسمه الارب، او اختصار كلمه ادريس ريزوليوشن بروتوكول. يبقى هنا انا بتكلم على بروتوكول مهم جدا اسمه الارب، او اختصار كلمه ادرس ريزوليوشن بروتوكول. الارب ده عامل بيعمل ايه؟ هنشوفه مع بعضنا. هناخد علاقه الماك والاي بي، وهناخد حاجه اسمها الارب، وهناخد بروتوكول شغال مع ليرس ماي بي فيرجن 6 اسمه انيبل ديسكفري. تمام. الماك والاي بي، طبعا احنا عارفين ان الماك هو لير 2 ادرس والاي بي هو لير 3 ادرس. الماك بسميه فيزيكال ادرس والاي بي بسميه لوجيكال ادرس، صح كده؟ طيب اللير 2 ادرس used to deliver frames from one NIC to another NIC on the same network. If destination IP address is on the same network, the destination MAC address will be that of the destination device. صح؟ يعني ايه معنى الكلام ده؟ بيقول والله لو احنا عندنا layer 2 address is used to deliver frame from NIC to another NIC on the same network. لو destination IP في نفس النتورك، the destination MAC address will be that of destination device. مش فاهم الجملة دي ايه. لو انت بتبعت لواحد او لاي بي معاك في نفس الشبكة، يبقى الماك هيكون الماك بتاع الجهاز اللي هتبعت له ده. طب ما هو طبيعي. لا مش طبيعي. ما هو اصلنا لما اجي ابعت لحد بره النتورك بتاعتي بحط الاي بي بتاعه والماك بتاع الراوتر. برافو عليك، صح كده؟ وصل كده المعلومه انا عايز اوصل لها؟ اه وصلت. يبقى انا لما اجي اكلم خالد وخالد معايا على نفس السويتش، بحط الاي بي بتاع خالد والماك بتاع خالد. طب لو انا بكلم خالد وخالد اصلا من فرع السعوديه، احط الاي بي بتاع خالد والماك بتاع الراوتر، صح كده؟ فهو هنا بيقول لك الجمله دي، ان layer 2 addresses are used to deliver frames from one NIC to another NIC on the same network. If a destination IP address is on the same network, the destination MAC address will be that of the destination. تمام. هتستخدم الاي بي ادرس في ايه؟ الماك ادرس في نفس النتورك.
بتاع نفس الجهاز. طيب هو الارب بيعمل ايه؟ بيقول لك وين ديستنيشن ادرس اون ذا ريموت نتورك، الديستنيشن ماك هيبقى بتاع مين؟ الديفولت تيكت واي. صح؟ ARP is used to by IP version 4 to associate IP version 4 of a device with MAC address of device NIC. مش فاهم، مش فاهم. بص يا باشا، انا ببعت باكت لاحمد اهو، يعني هنا احمد اهو اهو، واحنا متوصلين بسويتش، وده الجهاز اهو، ده الاي بي اهو، انا ده جهازي وده جهاز احمد، انا معايا الاي بي بتاعي والاي بي بتاع احمد. طب جبت الاي بي بتاع احمد منين؟ من الايه؟ من حاجه اسمها الدي ان اس. فانت لو معكش اي بي في اي سيرفر اسمه دي ان اس هيديك الاي بي. طيب فاضل لك ايه؟ الماك بتاعي اهو، الماك بتاع احمد اهو، الماك بتاعنا اعرفه، الماك بتاع احمد ما اعرفوش. يبقى انا دلوقتي عندي كام معلومه؟ ثلاثه، السورس اي بي، السورس اي بي اللي هو 1.2، الديستنيشن اي بي اللي هو كام؟ 1.6، السورس ماك اللي هو كام؟ ايه؟ الديستنيشن ماك ما اعرفوش. الديستنيشن ماك انا ما اعرفوش. صح؟ مين اللي يجيب لك الديستنيشن ماك؟ الارب. يبقى بروتوكول الارب ده او الادرس ريزوليوشن بروتوكول يا خالد، لو انت معاك الاي بي بتاع حد وعايز تجيب الماك بتاعه هو يجيب لك الماك. فانا يبقى الارب ده بيعمل ايه؟ لو انت عندك اي بي بتاع حد ومعكش الماك بتاعه هو يديك الماك. الارب ده بيعمل كده. تمام؟ حلو الكلام كده؟ طب هو بيعمل ايه الارب ده؟ بيعمل رسالتين اتنين. عنده رساله اسمها ARP request، وعنده رساله ثانيه اسمها الارب ريبلاي. يبقى عنده كام رساله؟ رسالتين، ARP request و ARP reply. الارب ريكوست بيحط في الديستنيشن ماك 12 اف، بياخد الاي بي بتاعك والديستنيشن اي بي بتاعه والسورس ماك ايه، ويحط في الديستنيشن ماك كام اف؟ 12 اف. فاكرين 12 اف دول كانوا ايه؟ البرودكاست. معناها ان انا هبعت الفريم ده لكل الناس، فالفريم هيوصل لكل الناس. خالد واحمد اسمك ايه؟ هشام. هشام هيجي عند احمد، ايه ده؟ ده الاي بي ده بتاعي، امال الراجل ده كان مش حاطط الماك بتاعي ليه؟ اه ده بيدور على الماك بتاعي. يقوم احمد اللي رادد عليا بالماك يقول لي والله حط او ويبعت لي الفريم. بعت لي ايه؟ الفريم. الراجل كل مره هيقعد يعمل الحركه دي؟ لا، هو عنده تيبل اسمه ارب كاش. في ايه التيبل ده؟ في كل اي بي انا كلمته وجبت الماك بتاعه. فيقول والله ان 1.6 الماك بتاعه او. تمام؟ لما نيجي نعملها نعملها ازاي؟ بص كده، ادي الجدول اهو بتاع الارب كاش عندك جوه الويندوز، ار داش اي، ادي الاي بيهات بالمكان بتاعتك اللي انت كلمتها. شايفين؟ دي ثلاث اجهزه همك حاولوا يبعثوا لي داتا النهارده بالمكان بتاعتهم. الارب داش ايه ده انا ممكن امسحه وابدا اعمل تاني من الاول بكوماند اسمه ارب داش دي. طبعا بيقول انت مش قادر تمسحه. ليه؟ لانك ما انتش قاعد على جهاز ادمنستريتور. فانت ممكن تفتح اهو سي ام دي لو قبل معانا. استنى، سي ام دي، ولو فتح معايا ادمنستريتور هبتدي اشتغل اهو. اهو ماشي اهو، ار داش دي مسح.
هتلاقي كل الايبات اللي تحت دي اتمسحت. انما في عنده ايباد ستاندر اللي هو 224 وكلام من ده هتلاقي اللي موجوده. طب ار داش ايه؟ اهو شايف مسح قد ايه؟ مسح كل اللي كان هنا، شايفين؟ ال 5 4 4 26 و5 لما يجي يكلمهم تاني هيعمل برودكاست تاني ويقعد يبني تاني. على فكره في برنامج اسمه نيت كات بيشتغل على الار بي ده. لما تيجي تخش عليه بتعمل برودكاست، مين اللي بيرد عليك بقى؟ الجيت واي. تقول لك حط الماك بتاعي وبعت لي الداتا. يوم الراجل اللي عنده نت كات هو اللي بعت لك الماك بتاعه هو. فانت اي حاجه طالعه على النت حاله هو. بياخد الباك ازاي يعمل لها دروب؟ نقطع عنك النت انت. انت عارف لو انت دخلت عملت ارب داش دي ومسحت الارب خلاص نت كات وقف. تمام. دي فايده الارب. يبقى الارب بيعمل ايه؟ بيرسولف الاي بي بالماك ادرس. لو الراجل معاك في الشبكه هو اللي هيرد عليك ويديك الماك بتاعه. طب الراجل اللي انت بتدور عليه في شبكه مختلفه هيعمل ايه؟ جيت واي بتبعت لك الماك بتاعها. الارب ده موجود فين؟ موجود كبروتوكول في لير 3 عندنا في الجهاز او في الراوتر. لو عايز يبعت لاي حد مين اللي بيجيب له لير 2 ماك ادرس؟ الارب. طيب حد كده عنده مشاكل يا شباب؟ الناس اللي موجودين على النت، انا مش عارف ليه الجروب ده، يعني بصراحه الجروب ده معلش كسول عن الجروب اللي قبله. انتوا كسلانين جدا فعلا الجروب اللي قبلكم، وده ما ينفعش اصلا في كورسات النتورك. احنا لسه اول كورس اصلا بناخده، فمش عارف انتوا اصلا كسلانين ولا انتوا طبيعتكم كده اصلا. فانا مش حاسس ان في انتوزيازم كده في التعامل، يعني ان انت بتذاكر عايز تبقى راجل بتاع نتورك. طب امال انت داخل ليه اصلا؟ يعني انتوا داخلين نتورك ليه؟ لما انت مش عايز تذاكر، لما من اول كورس نتورك اصلا وانت جايب اخرك. امال هتعمل ايه في 318؟ مش عارف. طيب ده الارب از يوز تو اسوشيت اي بي فيرجن 4 ادرس مع الماك. الاي بي فيرجن 6 بقى عنده حاجه ثانيه هنشوفها حالا دلوقتي. ده الارب خلاص عرفناه اهو بقى انه بيعمل برودكاست والكلام ده. تمام. وخدنا ارب داش اي هيبقى كل الارب بتاعك. طبعا الارب منه بيعمل برودكاست فتبقى مشكله عشان الاتاكر. ليه مشكله؟ عشان اتكر وانت بتدور على الاي بي 16 الماك بتاعه، يوم قبل ما احمد يرد عليا يقوم الاتكر رد عليا انا 16. يا سلام بقى، ولو 16 ده اصلا ما كانش موجود في الشبكه. انا 16 ابعت اللي انت عايز تبعته، خد الماك بتاعي وعيش حياتك. صح. فاي حاجه برودكاست بيبقى فيها خطر في السكيورتي، وخصوصا لو كان في حد دخل معاك على النتورك ليجيميت كانه ليجيميت يوزرز زي مثلا هاكرز مثلا حاجه. تمام. طيب هل الكلام ده بيتم في الاي بي فيرجن 6؟ للاسف عندنا في الاي بي فيرجن 6 مفيش برودكاست، لغينا البرودكاست. بس في بروتوكول تاني عملناه اسمه النيبر ديسكفري، اللي هو ده النيبر ديسكفري بروتوكول. والنيبر ديسكفري بروتوكول ده له استخدامات كتير جدا. بيعمل ادرس ريزوليوشن زي الار، بيعمل راوتر ديسكفري، بيعمل ريدايركشن للسيرفيس، بيعمل حاجه اسمها نيبر سلكتيشن، وبيعمل حاجه اسمها راوتر سلكتيشن. النيبر ديسكفري ده بيعمل ايه؟ بيقول لك الاي بي فيرجن 6 ديفايس يوزنج ان دي اللي هو نيبر ديسكفري بروتوكول تو ريسولف ذا ماك ادرس اوف نون اي بي فيرجن 6 ادرس. طب بيعمل هو ازاي؟ مكان الارب ريكوست والارب ريبلاي بيعمل حاجه اسمها نيبر سلكتيشن، ويقول لهم هاي يا جماعه مين الاي بي بتاعه كذا، سند مي يور ماك ادرس. فبيبعت رساله اسمها نيبر سلكتيشن مسج، والنيبر اللي الاي بي بتاعه كذا بيرد علينا برساله ثانيه اسمها النيبر ادفرتايزمنت مسج. يبقى في عندنا نيبر سلكتيشن مسج
وفي نيبل ادفرتايزمنت مسج. تمام. والمديول كويز في السمري بتاع الشابتر. الشابتر ده احنا خدنا الارب وخدنا حاجه اسمها نيبل ديسكفري. الارب بيستخدم مع اي بي فيرجن 4 علشان يجيب الماك ادرس. النيبل ديسكفري بروتوكول بيستخدمه مع الاي بي فيرجن 6 علشان يعمل ايه؟ يجيب برضو الماك ادرس. تمام. طيب تعالوا كده نشوف الشابتر اللي بعده. شابتر 10 بيتكلم عن ايه؟ لا والكويز بتاع امبارح فيه 24 واحد دخلوا بس. في 4 ماتوا. الجمعة الجاية أكيد هيبقى صعب يا خالد، أصل أنت عارف أخلص إمتى؟ المفروض إن أنا هخلص هما 17 شابتر. أنا النهارده في شابتر 9، يعني أنا لسه بفتح في شابتر 9. فأي ثينك شابتر 10. فأي ثينك إن هيبقى خطر. طيب المرة الجاية إن شاء الله إحنا عندنا البيزك راوتر كونفجريشن. تمام؟ أنا حابب إن أوريكم الموضوع ده فوق في اللاب. تمام؟ حابب أوريكم الموضوع ده فوق في اللاب. فاللي عايز يجي يجي، وأنا هحاول أشغل زوم المرة الجاية، هيبقى يوم عملي بنتكلم فيه على البيزك راوتر كونفجريشن، واللاب فوق في الراك فوق الولاد عملوه بتوع الجروب اللي قبلكم، جزاهم الله كل خير يعني، عاطف ومصطفى وشوقي والناس دي عملوا اللاب فوق وركبوه. وبيطلعوا يشتغلوا فوق، فاحنا عايزين يعني ايه المره الجايه نطلع فوق في اس 76 قدام الاي تي فوق في الدور الثاني، هتلاقي في طرقه قدام الاي تي على طول. تمام. هي الاوضه اللي في الوش. اوكي انا هاجي لكم على فوق يا رب ان شاء الله. النهارده بقى هناخد ايه؟ هسيب شابتر 10 لان ده البيزك كونفجريشن بتاع الراوتر هطبقه المره الجايه، وهاخد شابتر 11 و 12 نحاول نخلصهم، او نحاول نخلص شابتر 11 على الاقل. طب يلا بينا. قريب جدا يعني الفاينل المفروض تخش قريب قوي يا هشام. فاينل ايه؟ فاينل اكزام بتاع اخر السنه؟ بص هو خلاص رمضان داخل، رمضان اسبوع واحد وهيخش. واول ما رمضان بيخش طيب. حضرتك يا دكتور بص المثال اللي انا هحكي عنه ده جاي لك عليه سؤال في التي ام اي وسؤال في الفاينل. تقريبا اللي انا هحكي عليه ده عليه 20% من التوتال بتاع الدرجات بتاعتنا. ان يجيب لك شبكه ويقول لك قسمها. تمام؟ يجيب لك شبكه ويقول لك قسمها. خلاص؟ واحاول كمان ابقى احط لكم على اللوكال ال ام اس الامتحانات القديمه. عشان تشوفوا المثال ده بيتكرر كام مره. القصه ايه؟ القصه ان احنا عندنا ايه؟ عندنا هذا راوتر متوصل براوتر متوصل براوتر وده هنا اهو ثلاث فروع اهو، والفرع ده فيه شبكات اهو. هنا الشبكه دي فيها 62 هوست، الشبكه دي فيها 30 هوست، الشبكة دي فيها 30 هوست، الشبكة دي فيها 12 هوست، الشبكة دي فيها 6 هوست، الشبكة دي فيها 2 هوست و2 هوست. طيب هين واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، وبيقول لك والله انت عندك النتورك اهو قسم الشبكة بتاعتك دي على 1 2 3 4 5 1 2
يعني سبع شبكات، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. هنقسمها إزاي على السبع شبكات دول؟ طبعا هنا شبكات مش متساوية في عدد الأجهزة، صح؟ صح. طيب حد يقدر يقول لي ممكن نقسمها إزاي؟ حد يقدر يفكر فيها؟ حد يقدر يفكر فيها؟ ايه؟ ممكن. طيب لما تكون مختلفين يا احمد في عدد الاجهزه، قال لك ابدا تقسيم من الشبكه الكبيره. الشبكه الايه؟ الكبيره. اكبر شبكه عندنا مين هنا؟ ال 62 هوست. طبيعي. يبقى ستيب 1 62 هوست. تمام. هنعمل ايه؟ ادي الشبكه اهي، ادي 24 للنتورك، 8 بت للهوست. عندنا كام كله؟ 32 بت، صح؟ طيب هو انا لو اديتك الجزء ده يا خالد مش تقدر تجيب الجزء ده منه؟ اطرحهم الثمانية، ما هم كلهم على بعضهم ثمانية. طيب قال لك والله بقى هنمشي بقانون المرة دي. هو خلينا القانون القديم بتاعنا ايه؟ 2 باور ال n greater than or equal ال n، صح؟ ده كان القانون القديم بتاعنا، 2 باور ال n greater than or equal ال n. لا، القانون الجديد بتاعنا بيقول ايه؟ بيقول ايه القانون الجديد بتاعنا؟ 2 باور ال h greater than بس ال h. يبقى لما اجي لك في الامتحان، لما اجي لك في الامتحان شوف الاول هو عايز منك اف اس ام ولا في ال اس ام. الاف اس ام اللي هو بقسم الشبكه بتاعتي لمجموعه من الشبكات متساوية في عدد الأجهزة، صح؟ طيب الـ VLSM بقسم الشبكة بتاعتي لمجموعة من الشبكات مختلفة في عدد الأجهزة، تمام كده؟ طيب الـ 2 power H greater than or equal H، حيث إن الـ H دي أكبر عدد أجهزة عندك، يبقى 2 power H أكبر من كام؟ 62. يبقى الاتش بكام؟ اتش ب 6. طب لما الاتش ب 6 يبقى الان بكام؟ ب 2، صح؟ مش انت عندك كله 8؟ الاتش 6، يبقى الان بكام؟ 2. طيب الهوبنج بكام بقى؟ 2 باور الاتش اللي هو 2 باور 6 بكام؟ ب 64 اللي هو 64. فيبقى الشبكه الاولانيه عندنا 192.168.1.0 زود 64 add 64 add 64 سلاش كام؟ سلاش 26 26 26 26. دكتور نعم، هي الاتش بستة جت منين؟ مش 2 باور 6 بيساوي 64، صح كده؟ مش احنا عندنا 2 باور 0 ب 1، 2 باور 1 ب 2، و 2 باور 2 ب 4، 2 باور 3 ب 8، و 2 باور 4 16، 2 باور 5 32، 2 باور 6 64، 2 باور 7 128، 2 باور 8 256. صح كده؟
عندي الكلام ده. طيب هو انا عايز ايه؟ عايز حاجه اكبر من ال 62 يا احمد، صح كده؟ فين ال 62؟ هنا اهي. طب هروح للاقل ولا الاكبر؟ بروح للاكبر، فهي بقت اتش ب 6 اهو. لما الاتش ب 6 هو انا عندي الاتش كلها بكام؟ يبقى ان بكام؟ يبقى الهوبنج بكام؟ تو باور اتش تو باور 6 64. اخرها 63 بالظبط. طيب انا عندي الشبكه اهي، عندي قسمتهم لكام شبكه دلوقتي؟ الاربع شبكات. هاخد واحده منهم اديها لمين؟ لل 62، والباقي اخش بيهم المرحله الثانيه اللي هو ستيب 2. يبقى الباقي اعمل بيهم ايه؟ ستيب 2. ستيب 2 تاني شبكه انا عندي اكبر اللي بعد ال 64 ال 62 هي كام؟ 30. يبقى الاتش ب 30. بس انا عندي هاخد انا واحده فيهم اقسمها، دي ولا دي ولا دي؟ اي واحده انا هاخد دي اقسمها اهي. ودي 26 اهي، فاضل لي كام؟ 6. 2 باور اتش جريتر ذان 30، يبقى الاتش بكام؟ 5. طب لما الاتش بخمسه يبقى الان بكام؟ يبقى الهوبنج بكام؟ 2 باور 5 32. هزود على مين؟ على دي. وهيطلع لي كام شبكه؟ حد صدر يقول لي هيطلع لي كام شبكه؟ 2، لان الان بواحد. 2 باور 1 ب 2. فيبقى عندي الشبكه الاولانيه 192 168.164، الشبكه الثانيه زود 32 اهو. سلاش كام؟ 26 27. حبيبي اهو. هاخد دي ودي، واحده اديها لل 30 دي يا جميل، واحدة اديها لل 30 دي اهو. صح؟ اهو. وبعدين اروح للستيب رقم 3. الاتش بكام؟ ب 12 اهو. صح؟ الاتش ب 12. فيبقى عندنا الشبكة شكلها ايه بقى؟ اهو. هاخد واحدة من دول برضو اقسم، هاخد دي. اهي يبقى عندي شبكه ده اهي اللي انا عايز اقسم. صح كده؟ طيب انا الاتش عندي بكام؟ ب 12. 2 باور الاتش جريتر ذان 12، يبقى الاتش بكام؟ أربعة. جدع أهو. لما أخدها بأربعة يبقى الإن بكام؟ باتنين. يبقى عدد شبكتها يطلع كام؟ بأربعة. جدع جدع، المكنة عندك بدأت تشتغل أهو. تمام كده، بقت تمشي. هي عايزة كده في الأول تتلخبط كده وتجيب، مع لسه بتزيت نفسها. تمام؟ أول والله بكلمك جد. المشكلة بقى إن مفيش في مكنة ما بتشتغلش خالص اصلا، بيحوش يبذل مجهود. تمام؟ طيب هو الطبيعي ان هو يعمل كده، يحصل كده ان ايه، دماغه بقى يبدا يسجل في الريجسترات بتاعته الحاجات اللي هو ايه تبقى ثابته دي. اه 2 باور 4 ب 16، طيب يبقى 4، يقعد يعمل لوجات ولوغاريزم لوحده علشان يجيب عكس الاس اللي هو بيعمله. لما في ناس ما فيش المكنه خالص خالص للاسف يعني. تمام؟ يبقى 2 باور 4 الهوبنج 2 باور 4 16. انا مش عارف ايه اللي مانعكم يعني، الفيديوهات موجوده على النت سواء ليا او لغيري. كورس السنيه من اشهر الكورسز اللي موجوده، انت مش هتتنايل على عينك تبقى هاكر غير لما تاخده اصلا. فانا مش فاهم انتوا يعني قاعدين ليه لحد دلوقتي اصلا ما بتذاكروش السنيه. السنيه اصلا يذاكر كله
ترم اول وترم تاني في شهر. ده لو انت يعني ايه يعني تفكيرك على قدك. شهر هو شهر هو شهر مفيش غيره يخلص السنة كله. احنا عندنا في الشركة بندرسه للناس اللي شغالين في 7 ايام من اوله لاخره. بالظبط 7 ايام. يعني انا عشان اهدى واقعد الدرجه ديت واقعد اشتغل برقم واحد احد كده اصلا انا تعبت نفسيا اصلا اول سنه جيت عندكم فيه. فانسى ان انت الريت ده اصلا يبقى انت بتاخد بيه كورسز بعد ما تشتغل لان اشتغلت اصلا بالمستوى ده. فبعد اذنك انت وهو انا خايف عليك. الريت بتاعك اللي انت ماشي بيه ده ريت زباله. حضرتك اول نفسك شويه ذاكر الدرس مره واثنين وثلاثه اتعب شويه في سيس ان ايه ما بتجيش من مره واحده. النتورك مش هتيجي معاك من مره واحده بس لو جت هتعرف تظبط نفسك. ابذل مجهود الله يكرمك عشان تقدر تقوم معايا. طيب عندنا هنا ايه كل مره هنزود 16 وهناخد من دي هناخد ده وهيطلع لنا 4 شبكات. يبقى اول واحده 192 168.1.128 اللي بعده 162.1 بوينت كام دي لما زود 16 عليها يطلع كام؟ حد يحسب لي كده الحاسبه 142. طيب احسب كمان اللي بعدها لو زودنا كمان 16 شكسين على دي يبقى 8 5 صح. طيب لو زودنا كمان 16 حد كده بالموبايل يزود كمان 16 يطلع كام؟ والله انا حاسس ان في غلطات. انا حاسس ان في غلطه يعني انا حاسس ان في غلطه. بص يا سيدي يعني هي 128 صح كده خالد زودنا عليها 16 تطلع 144. دي غلطه في الاول. ده اول لقطه. ايوه دي اول لقطه ماشي. وزود كمان 16 يطلع كام؟ هي كده بقت تعدل. اصل انا شايف الارقام مش مظبوطه. وبعدين زود كمان 16 يبقى 176 صح كده. لو زودنا 16 هتخش في الشبكه الرابعه اللي هي 192 صح كده؟ اللي هي دي اصلا اهي اللي هي دي. فخلاص هنقف لحد هنا وهي احنا قلنا اصلا هيبقى ايه؟ 4 شبكات. 2 و26 كام؟ 28. هناخد واحده نديها لمين؟ نديها اللي كانت عايزه 12 اهي صح؟ خلاص اهي هناخد واحده نديها اللي كانت عايزه 12 ويفضل لي 3 هنخش بيهم في ال اس ام. بس خد بالك كان فاضل كمان مع الثلاثة دول الكبيرة اللي هي كانت كام؟ 192 سلاس 26 ما خدناهاش برضه صح كده؟ تعالى نخش ستيب رقم 4. الاتش في كام بعد ال 12؟ بعد ال 12 6 اهو 6. انا عايز اجيب الاتش ب 6. طب هاخد واحدة من دول ولا الكبيرة دي؟ اخد الصغيره يا عم اقطع من الصغيره احسن كده دي سيبها لو حد عايزها ولا حاجه صح كده. طيب هاخد ال 144 اهو حلو الكلام كده. دي بقى عايز اقطعها الاتش ب 6 يبقى 2 باور الاتش جريتر زان 6 يبقى الاتش بكام؟ 3 3 جدع 3. طيب لو جينا قلنا ب 2 عملنا ايه يا جماعه؟ لو انا جابت عملت هنا 28 و4 وقلت لك الاتش ب 3 يبقى الان بكام؟ 1. يبقى اللوبينج بكام؟ 2 باور 3 اللي هو ب 8 تمام؟ يبقى الشبكه عندي الاولانيه اهي. شفت
تبقى عندي الاولانيه 192.168.1.144، الشبكه الثانيه 192.168.1. كام؟ زود على دي يبقى 100. زود 8 على دي كام؟ 152. سلاش كام يا شباب؟ 1 و28 كام؟ 29. هاخد واحده منهم اديها للسته ودي اقسمها، صح؟ شوفين انا بعمل ايه؟ صبنت اوف صبنت. على فكره الموضوع سهل وعليه درجه كبيره في الامتحان، تمام؟ بس هو طويل شويه. طيب بعد السته انا عندي مين؟ الاثنين والاثنين. خلاص هنمسك دي نقسمها اللي هي ده اهي. انا بحب اقسم الصغير. طيب ستيب رقم 5. لا مفيش غير شبكتين بس، اثنين واثنين. لا انا على دي 52 ممكن ازود عليها. تزود؟ لا هزود عليها ليه؟ ما هو واحد ان بواحد. لو زودت عليها 8 هتبقى كام؟ 160. دخلت هنا يا معلم في دي. مظبوط اهي بقى بحسابات حتى. مظبوط اهي. فدخلت ايه؟ دخلت هنا. طيب لو انا بتكلم دلوقتي، شوف انا ماشي معاك واحد واحد اهو. نعم. دكتور انا مش سامع اي حاجه. مش سامعني؟ مش سامعني خالص؟ ها؟ دكتور. الو 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 الو. تمام كده. انت كده ما كنتش سامع؟ كده سامع. خلاص. طيب طيب يا عبد الرحمن. تمام. طيب بصوا يا شباب، في الستيب رقم 5، في الستيب رقم 5 انا عندي الاتش بكام؟ يبقى 2 باور الاتش جريتر ذان 2. يبقى الاتش بكام؟ حد شاطر يقول؟ باتنين، ما ينفعش واحد، لان واحد يديك ايكوال انا وجريتر ذان بس. طيب انا عندي الفي لسام اهو، ادي 29 اهي، يبقى فاضل لي كام؟ 3. يبقى الاتش باتنين، يبقى الان بواحد. يبقى الهوبنج بكام؟ صح؟ ويطلع لي كام شبكه؟ 2. الشبكه الاولانيه اهي، الشبكه الثانيه زود 4 يبقى كام؟ سلاش كام كله؟ هاخد واحده اديها للشبكه الاولانيه دي، والتانية اديها الشبكة دي. بعد ما بتعمل حساباتك بيبقى طالب منك في الامتحان سمري تيبل. سمري تيبل يعني ايه؟ ان انت تكتب فيه رقم النتورك والنتورك والماسك واول اي بي واخر اي بي وعدد الاجهزة والبرودكاست. تيبل كده. تمام كده؟ كل اللي انت عملته بتحطه في التيبل السمر بتاعه. طيب الماسك بنجيبه ازاي؟ معروف احنا جبنا ايه؟ جبنا ال 26 وال 27 وال 30 وايه تاني؟ بس 26 و 27 و 29 وال 30 اهو. حد يعرف يجيب لي ال 27 كام؟ لو احنا عايزين نجيب ماسك ب 27 8 8 8 3 اللي هو 255 255 255 224. طب وال 28؟ 8 8 8 4 4 55 55 42. طيب ال 29 كام؟ 8 8 8 5 5 اللي هو 255 255 255 248. طيب ال 30 كام؟ 8 8 8 6 اللي هو كام؟ 255 255 255 252. حد عنده مشكله في صمت ماسك؟ طب كنا بنجيب البرودكاست ازاي؟ دكتور هو نعم. في التيبل، هو في التيبل دي انا هعمل كل اللي انا طلعتهم صح؟ هتعمل سمري كل اللي انت طلعته بقى. طيب تمام تمام. بس هتبقى عارف انت ازاي تجيب الماسك، تجيب البرودكاست، تجيب الفيرست اي بي، اللاست اي بي.
انا بزعل جدا على الناس اللي بتغلط في الحاجات دي. انت تبقى قاعد في البيت بتغلط في الكلام ده ازاي والفيديو معاك وشرح لك ازاي بتمشي الفي ال اس ام وتعمل. طيب عشان اجيب البرودكاست بتاع اي حاجه اعمل ايه؟ اجيب الوايلد كارد ماسك واجمعه على رقم الشبكه بتاعتي. تصور بقى الناس كانت بتجيب الوايلد كارد ماسك وتجمعه على رقم الشبكه الاساسيه اللي هي 1.0. يعني انا بجيب دلوقتي البرودكاست بتاع الشبكه دي، انا مالي ب 1.0؟ انا عايز اجيب برودكاست بتاع الشبكه دي بمنتهى البساطه، عايز اجيب برودكاست بتاع الشبكه دي اهو. مش ده شبكه اهي؟ البرودكاست بتاعها كام؟ البرودكاست بتاعها 255 255 255 252. المقلوب بتاعها كام؟ 0 0 0 3. اجمع على ده يبقى البرودكاست بتاعها كام؟ 192.168.1.155. صح؟ اللي يخليك تروح تجمع على 0. طيب ده البرودكاست. طب انا عايز اجيب اول رقم اول اي بي في الشبكه دي اجمع عليها 1. طب عايز اجيب اخر اي بي اطرح منها 1 واطرح من البرودكاست 1. بالظبط. موضوع بسيط جدا وسهل، يعني الموضوع صريح جدا وبسيط وسهل. انا هحط لكم ان شاء الله النهارده على موديل ان شاء الله افتكر بس كم مساله محلولين من النوعيه دي من جاي من الامتحانات اللي قبل كده. يا ريت ما الاقيش حد غلطان فيها بعد اذنكم، يا ريت ما الاقيش حد في النوعيه دي غلطان. تمام. طيب خد انت المثال ده وحاول فيه كده، خد انت المثال ده وحاول فيه كده مع نفسك. اهو هو التيم مين نزل بتاع المادة دي؟ ولا لسه؟ لسه لسه صح؟ 126 30 30 12 2. الاي بي اهو، حاول تقسم كده. يلا بس انا وانا بعملها هعمل التو سيكشن كده، هعمل ورقتين اتنين، ورقه هحط فيها الحل ولا احط فيها الملخص. اوكي ماشي يلا بينا. اول شبكه يا شباب عندنا اللي هي كان اللي هي ستيب 1. هنبدا باكبر شبكه عندنا. اكبر شبكه عندنا اللي هي كان اللي هي 126 جهاز، صح كده؟ اللي هي 126 ديفايس. يبقى 2 باور الاتش جريتر ذان اور ايكوال 126. يبقى الاتش ايكوال كام؟ 7. طيب انا كان عندي الشبكه اصلا عندي كام؟ كان عندي 24 بت نتورك 8 بت هوست. فلما الاتش بيساوي 7 يبقى الان ايكوال كام؟ 1. يبقى الهوبنج ايكوال كام؟ 2 باور 7 128. صح؟ طيب يبقى الشبكة الأولانية كام؟ أهي. والشبكة الثانية كام؟ أهي. السلاش كام؟ 25. صح؟ هاخد واحدة أديها للشبكة الأولانية. يبقى لو أنا بقول هنا في تيبل أهو، انسيرت تيبل اهو، انسيرت تيبل، يبقى تيبل عامل كده اهو. ده انت تقلقنا بقى. لا تيبل اهو، هذا النتورك الاولانيه 192 168 1 0 سلاش 25. الماسك بتاعها هيبقى كام؟ 25.
يعني 8 8 8 1 اللي هو كام؟ صح كده؟ اهو. طيب البرودكاست هيبقى كام؟ مقلوب ده هيبقى كام؟ 127. اجمع الرقم ده على ده فيبقى 192 168 1.127. ماشي. اول اي بي فيها هيبقى كام؟ اول اي بي فيها هيبقى، طيب اخر اي بي فيها هيبقى كام؟ صح كده؟ عدد الاجهزه هيبقى 126 اللي هو 2 باور اتش ماينس 2. طيب ادي كده اول لقطه. تعالى بقى نخش على اللقطه الثانيه. عايزين نعمل ستيب 2. ثاني اكبر رقم بعد 126 كام؟ ال 30. وانا ما عادش عندي غير دي اقسم دي، يبقى 2 باور اتش جريتر ذان كام؟ ال 30. يبقى الاتش بكام؟ 5. لما الاتش ب 5 الان بكام؟ اهو انا هنا عندي 25 فاضل لي كام؟ 7. لما الاتش ب 5 يبقى الان بكام؟ ب 2 اهو. الهوبينج بكام؟ 2 باور 5 اللي هو كام؟ 32. طيب خلاص هنمسك بقى ايه؟ ال 128 نزود عليها 32 اهو. مش هي الاتش ب 7؟ مش كانت الشبكه 25؟ لا في ثانيه واحده 25. ليه؟ مش الاتش ب 5؟ الاتش ب 5 اه. حلو حلو. يبقى الان ب 2؟ مش هي 8 دي كانت في الاول؟ مش احنا استلفنا؟ واحد يا خالد خلاص بقت 25 و25. انا بقسم ال 25 بقى اهو. عندك 25 وهو كله على بعضه 32. 32 ناقص 25 7. تمام؟ اوكي؟ طيب هنزود 32 يبقى 192 168 1 دوت 32 عليه يبقى كام؟ 160. زود كمان 32 يبقى 192. زود كمان 32 يبقى كام؟ ها؟ زود كمان 32 عليه يبقى كام؟ 224. 2 و25 كام؟ 27. في عندك شبكتين 30 دي ودي هناخدهم اهو. طبعا دي رينج معين. انت لو جيت زود، ممكن ازود واحده على دي مثلا؟ لو جيت زودت واحده على دي يا هشام هيطلع لك 256، واحنا اخرنا في الارقام 255 بلس. كمان انت ممكن تشيك عليها من حته ثانيه، ان انت عندك 2. 2 معناها ايه؟ ان 2 باور 2 ب 4 فيطلع لك اربع شبكات بس. ولو انا بحل كده انا ممكن اكتب الشبكات اللي انا اخدها بس، يعني ممكن اكتب اللي هو 1.128 و1.160 خلاص. اه بس انت لازم تكتب له كده ان انت طلعت دول وهتاخد دول بعد كده خطوه جديده. طيب احنا بعد كده بقى، وطبعا هو حد يكتب لي التيبل بس اقطع رقبتك في الامتحان، اغش على طول ماشي؟ ما تحيش لي ورقه وبعدين تحط لي الريزلت في الورقه. تمام؟ كل العك بتاعك يبقى في الورقه بتاع الاجابه. خطوه بخطوه. ان هو قايل لك بالتفاصيل. تمام؟ طيب ادي عندي هنا ايه؟ 192.168.1 بوينت كام؟ بوينت 128/26. 26 دي لما تيجي تشوفها هتلاقي 255 255 255 192 والماسك بتاعها كام بقى؟ 0 0 0 63. اجمع على دي فيديك 192 168 1 دوت 159. اول اي بي كام؟ 1 دوت 129. اخر اي بي كام؟ 1.158 وهكذا بقى نكمل لاخر الاي بي. حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ ان شاء الله نلتقي المره الجايه ان شاء الله على خير.
احاول احط لكم الحاجات على النت بس، والنبي الله يكرمكم الناس بقى اللي ايه اللي موجوده ناخد الاتندنس بالمره.